الشعار تاعو شنو هو؟ المناطق الرطيبه والتنوع الجيولوجي. وهران قلنا كاين اربع مناطق رطيبه داخله في اتفاقيه تاع رمسار. في هذا الإطار قمنا بالاحتفال بهذا اليوم العالمي على مستوى المنطقة الرطبة لأم الغلاس. هي تتربع على مستوى مساحة 300 هكتار، وتعتبر منطقة رطبة جد غنية بثروات طبيعية. ستقوم محافظة الغابات بغرس أكثر من 200 شجيرة على مستوى منطقة أم الغلاس، اللي من أجل إعادة إحيائها، من أجل وجهة تاع السياح ولا الوجهة تاع العائلات. هاي